فأستهل اللقاء بخالص التقدير والإكبار لمعالي الوزير المحافظ، ثم إلى سيد القراء وتاجهم وزينتهم وبهجتهم، من صدع وتحدرت آيات القرآن على لسانه الكريم الطاهر سنوات من وراء سنوات، وتشنفت آذان الرؤساء والزعماء والملوك والعلماء والأولياء والصلحاء في المشارق والمغارب بآيات تلاوته وهي تجري على لسانه المتقن الحكيم إلى صاحب الفضل والفضيلة شيخنا الجليل القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع حفظه الله وأدامه ذخرا للقرآن الكريم.